ان في ناس حاسه ان هي فرحانه وحاسه ان هي مبسوطه وسعيده، لكن في الحقيقه هم مش فرحانين خالص. ايه ازاي او سبب ده ايه؟ حتى احنا ممكن نشوفهم فرحانين يقول لك فلان ده يا سلام الدنيا معاه ماشيه تمام، فرح مزيف. زي ايه مثلا؟ كده الشرع عندنا واحد اتظلم واحنا قلنا اللي ياخد حقه بايده ياخده ناقص والناس تزعل منه، تسيب ربنا ياخد لك حقك تاخده بالكامل والناس مبسوطه منك لكن ما زال في حاجه جواه، فربنا يسمح للاخ ده بيد الشر باي مصيبه او بليه او مشكله. يا سلام على فرحته من جوه، شفت ربنا اخد لي حقي تالت ومتلت. أيوة. ده فرح مش مظبوط يا عم. صحيح مش مظبوط، لا تفرح ببلية غضب. ده توصيل يعني، آيات كثيرة موجودة. الواحد ما يشمتش في حد من جواه. صحيح من جواه. النهاردة يعني قال يعني إذا جاء عدوك أطعمه. مش تقول ربنا مجوعه علشان أخذ فلوس مش عارف إيه. هو ده جمال ورقي ديانتنا، العدو أحبوا أعدائكم. طيب علشان نختم حلقتنا ونعمل بقى يعني نبلور كل الكلام الجميل ده، إزاي أقتني الفرح؟ يعني ما هو الرجوع للمسيح هو مصدر الفرح. الواحد في الكتاب المقدس يلاقي كل الوعود الجميلة اللي ربنا ادهلنا لما الواحد يتمسك بيها وينفذ بيها، دي مصادر للفرح على قدر الإمكان. احنا بنقول ان بنعمة المسيح الفرح ثمر من ثمار الروح القدس، عايز يبقى الروح القدس مالي حياتي. تمام. مفيش نور وظلمة ويا بعض على قدر الإمكان، واحنا كلنا في ضعف وفي الموازين اللي فوق، ان احنا نطلب من ربنا يقول له رب يعني ما لا ينطبق عليا، ان رأيت اسما في قلبي لا يستمام، ما تخليش حاجة تمشي معايا كده، اقطعها ارميها بره. فيفرح الإنسان لما على قدر الإمكان الخطية المحببة اللي حاططها في صندوق. أيوة. صندوق اسود بقى ولا زي ما يكون. كل واحد فينا دي خطيه محببه ومخبيها وحاططها جوه دي بقى. لا لا، عشان تطلع دي عاوزه نعمه. وبعدين من غير شك قلت في المقدمه بتاعتك الحلوه دي ان الكنيسه مصدر فرح، وسائط النعمه اللي موجوده في الكنيسه كذا كذا كذا، كل دي شوف ربنا ادانا كل شيء في الاول بالتمتع. بس خلي بالنا من ثلاث نقط، ابعد عن شهوه الجسد، شهوه العيون، تعظم المعيشه. وكل الاشياء تحل ولكن ليس كل الاشياء، كل الاشياء لا تسلط على شيء، الكلام اللي احنا بيعلموه لنا الاباء. صحيح.